طبعا اخوكم سامي فرج من قناة سامي اف. هذا جيتار اسمه لافا مي. هاي فئة جديدة من الجيتارات، بس شوي لو سمحت محمد نشوف الشعار مالهم. هذا شعارهم. عطنا شوي ميزة عنه، شو الميزات؟ ده بيطلع الصدى لوحده من جوه، يطلع صدى، هو مش كهربائي يعني، مش كهرباء، جيتار اكوستيك، بس في بيطلع صدى من جوه غريب يعني، عجيب. اسمع اسمع الصدى. والله شيء عجيب. يعني العاده ان هذا الايكو يكون كهربائي يعني. حلو حلو. طب حلو. طيب سمعنا اي اغنيه من اغاني الحلوه؟ محمد حمائي. حمائي ما بلاش. حلو. جميل صوته. ولونه غريب كمان. لا لون فنان جميل. هذي لهم المفاتيح اللي تعمل الصدى. ها ايوه. طب اعزف لنا اغنيه شي، اغنيه جميله بعد لحد من الفنانين. محمد اقول لك اعزف لي اغنيه قالوا لفرقتنا، نزلت شريط انا سنه 2003، يمكن الناس ما سمعوها. فرقه الخواطر كنت عامل شريط يا جماعه، عطني اياها اسمع. يلا روح. قالوا ما تبي قلبي، قالوا ما تبي حبي، اوه قلت اتركوها تشوف غيري، روح ما تلقى ابد مثلي، اسألوها عن حبي اريد جواب سؤالي، اسألوها عن حبي أريد جواب سؤالي. الله عليك الله عليك يا محمد، ذكرتني بشريطنا القديم. طبعا يا جماعة سامحوني على الصوت، أنا مش مطرب، أنا أغني راب يعني ساعات، بس أغاني سلو طبعا لها ناسها وأهلها. حلو حلو.